الدنيا دي مليانة ناس تافهة قوي، شغلين نفسهم بحاجات كتير ملهاش لازمة، وفاهمين باللي بيعملوه ده انهم هيوصلوا للحقيقة. مش عارفين انه لو عارف الحقيقة رقبيهم هتطير. رقبت الطريقة معاهم ولا اللي سمعته؟ انت مين؟ اسمي سيد بوخارست، اللي وصيتيهم يجيبوا لك رقبتي. انا شفتك فين قبل كده؟ في النايت كلاب، صح؟ صح. بتفهمي في الشوف تمام، بس لا مؤاخذة ما بتفهميش في السر. اصلك لو كنت سمعت عن سيد بوخارست اكيد كنت عملت حسابك وخفتي منه. اخاف منك انت يا صايع يا جربوعه، وتكشف جلدك كمان. بس انا مش هندمك دلوقتي عشان خاطر المصلحه اللي بينا اهم. سيد، انت دخلت هنا ازاي؟ مصلحتني اللي بعتينك؟ ده انا مفيش حد بعتني، انا كبير نفسي. اوكي، ما تجيب اللي عندك. اللي عملتيه معلم وخليتيه كبير السوق قتلتهولك في السجن، والهفا اللي بعديه وديتهولك في حته ابعد منه. دلوقتي بقى مفيش قدامي غير العبد لله. اصلا انا عينت نفسي كبير السوق ومستني اسمع منك المبروك. ما هي إما أنت بتستهبل عشان تجيلي برجليك لحد هنا وتقولي الكلمتين الخايبين بتوعك دول وفاكرها هتعدي، يا إما أنت عبيط ومش فاهم حاجة. يعني الاتنين في بعض، بس أنت مش واخدة بالك. أنا هسيبك تدوري في دماغك شوية، يوم ما تنوي أعرف أجيلك تاني إزاي. طب مانجا، طيب يا افندينا انك عارف ان الواد واكل بدماغك حلاوه عشان تتبلع على اخوك ابن امك وابوك، هو الواد ده عامل لك ايه يابا؟ سيد اللي دخلته بيتي وتجارتي وشاورت له على سكه الدنيا يرمح فيها زي ما هو عاوز. يا اخويا سيد، تظبط كلامك يا فارق. سيد عنده حق، ده انا اخوك برضه، اخوك برضه. أنا غلطانة إني وثقت فيكي، اديتك أكبر من حجمك، كنت فاكراكي هتفهمي. يا مدام والله ما أعرفش ده حصل إزاي، أنا اتفاجئت بيه عندك زي ما أنت اتفاجئتي بيه بالظبط. والله الكلام ده تروحي تقوليه لواحدة ما تعرفكيش، إنما الواحدة تعرفك أكتر من نفسك يبقى عيب. الواد ده أنت تعرفيه، بس أفهم إمتى وإيه اللي بينكوا بالظبط. أنا ما أنكرش إني أعرفه، أنا أعرفه فهم. بس أعرفه من فترة قريبة، هو بيشتغل في النايت كلاب اللي احنا نايت الزفت. ها، عايزة جديد؟ معرفش، أنا معرفش إيه اللي وراه ومعرفش إيه اللي خلاه يدخلك. غبية، عارف يلعب بيكي الكورة الصايع. طب هو قالك عايز إيه؟ أنت اللي سهلتي دخوله عليا من البودي جاردز. طبعا لأ، أنا مستحيل أعمل حاجة زي دي وأنت عارفة كويس. حصل بينكم حاجة؟
قلتي له ايه عني بالظبط؟ ما سالنيش عليكي قبل كده، عمر ما جت سيرتك خالص. ماشي، خلي بالك من نفسك. طب هو قالك ايه؟ كان عايز ايه يعني؟ وانتي لما هتعرفي هتقدري تتصرفي، مش كده؟ ده انتي فاشله انك تديري مكانك او حتى انك تامنيه. انا اسفه، واوعدك ان اللي حصل ده مش هيتكرر تاني ابدا. ده لمصلحتك يا بوشي، لان المره الجايه هيكلفك كل اللي عملتيه السنين اللي فاتت. ديم، حبة تعالى يا عم. امي بعتلك دول. متشكرة يا حبيبي، تعبتك معايا. ما تقوليش كده، انا تحت امرك. انت بتحبي القراية؟ اه طبعا بحبها جدا. تعرفي انا كمان بحب القراية قوي. ايه ده بجد؟ اه، امال ايه؟ عارفة لما كنت في الملجأ كنت بحب قصص اللي هي رجل المستحيل والحاجات دي اللي فيها ضرب وتنطيط وكده، بس كان كل فين وفين بقى لما يشمونا ريحة الكتب. ايه ده؟ وليه كده يعني؟ استخسار بعيد عنك. ولا يهمك، انا هخليك تقرا كل الكتب بتاعتي واجيب لك كل الكتب اللي انت نفسك فيها كمان من عينيا. بجد يا حوبه، انا بحبك قوي ربنا. وانا كمان يا عمر. بص يا عمر، اقرا زي ما انت عايز، بس ما تصدقش قوي كل اللي هتقراه، اصله في الاخر يعني شويه كلام على ورق. انت ليه بتقولي كده؟ عشان هي دي الحقيقه. الحياه اللي احنا عايشينها مختلفه، اصعب بكتير من اي حاجه بنقراها ونتمناها ونتخيلها. لازم تبقى فاهم ده وتقبله، ده لو مش عايز تتعب زيي. سلامتك يا خالتي من التعب. قولي لي بس ايه اللي مضايقك وحياه امي بعيده عنك خالص وخليك تنبسطي. يا ريتها كانت سهله كده يا عمر، يا ريت. يا نهارك اسود، انت سيد، انت اللي عملت كل ده. انا راح عمال اقول الناس عماله توقع كده زي ورقه طمنه بزقله صباع واحده ليه؟ او طلع بصباعها بيه. أنا اللي شاعت فيه، وأخوه رامين، شفت بقى الدنيا حلوة إزاي؟ حلوة إيه؟ أنت بتهزر يا سيد؟ أه لازم أهزر، دي عالم هافة، وأذيتها وجهة. أنا ما تكلمت يا سيد، كنت أعمل أقول لنفسي إنك هتعمل وشين وخلاص. طلوس إيدك بالدم يا سيد. طب إيه ده؟ أهدأ إيه؟ إيه اللي ده؟ ما تهدأ طيب في إيه؟ أنا مش بلطجي ولا غاوي أطيح في رقاب الخال، وأخوه ده هو اللي ابتدى بالشر. أخوك كان عايز يخلص مني، كنت عايزني أعمل إيه؟ أتفرج عليهم وهم بيغربلوني؟ مهما قلت يا سيد، مهما قلت مش هتعرف تبيعها لي. فاكر يا سيد؟ فاكر قلت لك ايه اول ما كنت تدخل السكه الشمال دي؟ قلت لك تجاره الصنف مش زي ما بتشوفها في الافلام، ارشاها في الاول حلو صحيح، بس في الاخر يا شغلانه وسخه، بتنتهي بزعله كبيره قوي وحصرة ما حدش بيونسك فيها زي كل حكايه. وليها دنيتها، واللي يزق نفسه في حاجه يستحملها. سيد افهم، انت فاكر ان حكايه معوض دي كانت عدي بالساحل كده يا سيد؟ يا ابني افهم، الدم في الشغلانه دي زي الكيف، من اول يلف يلف ويرجع لك. خليهم يجيبوا معايا اخرهم. خرش يا احمد، انا مش مصدقه نفسي، انا وانت كده قاعدين وسط الناس. ليه يعني مش مصدقه يا بطل؟ انت مراتي. طب والله العظيم لو اقدر اعمل اكتر من كده كنت عملت. ربنا يخليك ليا يا حبيبي، ونعمل كل اللي نفسنا فيه. إلا بالحق يا أحمد، كان في موضوع كده عايزة أفتحك فيه. موضوع يا بطل؟ يعني كانت شغلانة كده اتعرضت عليا، كنت عايزة أنزل شغل. شغل يا بطل؟ ليه، وأنا قليل ولا إيه؟ أخصى عليا يا حبيبي، اتقطع لساني، ده أنت كبير الناس يا أحمد. أنا بس قلت أنزل أساعدك كده، أنت عارف أبويا ومصاريف علاجي. ولو ولو يا بطل، أنا لو حسيت إن إحنا محتاجين حاجة أنا هتصرف. كانت شغلانة بسيطة، ده محل عبايات فتح عند سنة. بطة. طب خلاص بلاش.
وانا اللي اقول لك ايه اللي ينفع يتعمل وايه اللي ما ينفعش. مش تيجي فجأة كده من ورايا. وبعدين مصلحة ايه اللي بينك وبين موجة؟ انت تعرفها منين اصلا؟ مش لازم تعرفي عشان خايف عليك. ليه؟ هو انت فاهم اني معرفش موجة بتشتغل في ايه؟ يا ستي تشتغل زي ما تشتغل، مالكيش في ايه؟ لا ليا. اما دخلك حياتي وقربك من شغلي يبقى ليا ولازم افهم كل حاجه. طالبه معاك نكد النهارده انت مش كده؟ على فكره انت ما ينفعش تتكلم معايا كده خالص. واحسن مني كمان. طب قول لي يا ابو خرس، هي رحاب عارفه انت بتشتغل في ايه؟ تحب اقول لها؟ مش تعملي كده، مش عشاني، عشان ما تزعليش. ألف هنا وشفا حق ربيع. الله يهنيك يا معلم سلطان. تسلم ايدك يا أمونة، فكرتني بأكل أمك الله يرحمها. ألف رحمة ونور يا أخويا تنزل عليها. قول لي بقى يا معلم، أنت ناوي تديني فلوس قد إيه؟ فلوس إيه يلا، مش لما أعرف أنت هتشغلهم في إيه الأول. أنت من الصبح عمال تبص لي في كلام كده وما أنتش مرسيني على أي حاجة. ما قلت لك يا معلم، من ده على ده؟ يعني مش شغلانة بعينها. أنا أي مصلحة بتظهر قدامي بتكل على الله وأستخير وادخل فيها على طول. يعني انت تعتبر الفلوس كده متوزعه في كذا مصلحه، عشان لو مصلحه ما ظبطتش الثانيه تشيلها. يا سلام عليك وعلى افكارك يا اخويا يا حاج ربيع، ربنا يحرسك يا اخويا من كل راضي. كلي كلي امانه عشان ربنا يحرسك انت كمان. قول لي بقى يا حاج ربيع، الارباح هيبقى سيستمها ايه؟ صلي على هيشفع فيك. على الصلاه والسلام. الباكو على 140 جنيه، يعني 14% في السنة، يعني أجعز بنك فيك يا بلد ما بيطلعهمش، وكله بالحلال وبمرضي ربنا، ولا فوايد ولا حجوزات. طب وهنتحاسب ازاي انا وانت؟ اللي بكلمك فيه ده خلص ما خلص ليك صافي. انا بقى برزق من وراه، يطلع بقى قليل يطلع كتير ده رزقي ونصيبي. ها قلت ايه يا ابو اشرف؟ والله يا مان هو الكلام حلو، بس ما تديني فرصة يومين كده أدور الحكاية في دماغي وأرد عليك. يا أخويا قول أمين بقى وتوكل على الله. وقبل ما نقول أمين الكلام ده يفضل بينا، الحاجات دي لما تتعرف بتتنظر وهيتلم عليا طوب الأرض، وأنا بيني وبينك مش عايز أفتح على نفسي فتوحة. هم قرشين أختي على قرشين جوز أختي وكده، أريني. ماشي حاجة ربيع. كويس انك صاحية. يعني في حاجة ولا ايه؟ لا بس كنت مش جالي نوم فقلت اجي دردش معاك شوية. وايه اللي شغلك بقى يا نجمة؟ ده انت المفروض ما يبقاش في حد فرحان قدك. ده حقيقي، بس مواعيد بقى وتصوير وانا مش واخدة على الجو ده خالص. هي كل حاجة في اولها كده، بعدين هتاخدي على الجو ده وتتعودي عليه. انا خايفة يا احمد، خايفة قوي. ايه اللي بتقول الكلام ده؟ ده انت طول عمرك ضربها طناش. يمكن عشان كده محتاجة اخد وقت اهدى فيه شوية وافكر في كل حاجة، عشان داخل عالم جديد. ساعات بحس اني عادي وساعات بحس اني متلخبطة، مش عارفة. انا حتى مش عارفة اقول اللي جوايا. كل حاجة في اولها بتبقى صعبة، هي الدنيا نظامها كده. بعدين لما بنشوف النتائج بيهون علينا تعبنا بقى، وانتي ابتديتي تشوفي النتائج اهو. يعني اول طريق النجاح. تفتكر؟ متأكد. ايه رأيك في اللي فودة عمله في نفسه؟ خيبة وقلة عقل، ما تطلعش من عيننا درج باليومية. شمتان فيها؟ الشمتة بتريح القلب، مع ان فودة ده كان معلم كبير وقديم، ابن سوق على حق. اللي كان تحت ايد فودة ما كانش فيه حد في السوق كله تحت ايده زي، كان مسيطر بيخلص البضاعة في الوقت اللي انا بأمر بيه. شاطر. لكن هنعمل ايه بقى في قلة العمل؟
ولا ايه رايك؟ ربنا يكفينا شرها يا ست الكل. ولو قلت لك ان انا عايزه اجربك تعمل ايه؟ يا نهار بركه عليا الحرام، كنت ظبطت السوق ظبطه وكنت عكنين على الداخليه ايامها وكنت زودت الطاق طاقين. ولما انت جامد قوي كده معرفتش تسيطر على منطقتك ليه؟ يا ست الكل سأل على منطقتنا، هتلاقي زبوننا لا مؤاخذه طفشان من زبون فوضه واللي زيه وبيجي لحد عندنا، ده غير اني عمري ما خدت منك بضاعه ورجع منها صباعه. ولو قلت لك ان انا هديك ملك فوضه اقول لحضرتك تسمي من غير ما تجربي، هتلاقيني سداد وهعجبك. ولو وقعت هتحجب واقعد في البيت. ماشي. بتندهيني يا نصرة؟ اه يا حوبة. بصي يا اختي اختاري لي لون من دول احسن، انا رايحه جايه عليهم طول النهار لما شفايفي باشت. ليه ريحك يا حبيبتي، ده على حسب ذوقك. يا بنت هي شغلتك ولا مش شغلتك؟ ما تنقي لي واحد منهم. ده احلى طبعا، لايقه على بشرتك وهادي. بس قولي لي من امتى يعني يا نصرة؟ هادي ايه؟ قلت اجرب ولا انا راحت عليا؟ لا طبعا ما اقصدش، بس انا ياما لساني اتدلدل واقول لك جربي يا نصرة وانتي تقولي لا. زهقت يا اختي من قلت لا، قلت اجرب زي بقيه الناس، هو حلال ليهم وحرام عليا. عندك حق، كم واحد قفل على نفسه علشان خايف، فضل يبرر فشله ونجاح غيره بانه هو اللي صح وهما اللي دايما ماشيين غلط. بنستكتر السعد والهنا وبنفتكر انه مش سهل. مفيش اسهل من اننا نعمل اللي احنا عايزينه، والحيطة اللي بنيناها بخوفنا وقلقنا لازم نهدها بكلمتين: انا مش هخاف تاني ولازم احب نفسي. يعني يا بنتي يا حب، لو كل الباب مقفل وانت اللي مقفلها بنفسك ممكن يكون ليها فتحة. كل اللي عايزينه اننا نتحرك خطوة لقدام ونفتحها وما نبصش ورانا تاني ابدا. صدقي صح، انت يا بنت جبتي النباهة دي كلها منين؟ ده انا مش بلحقاكي في الكلام. ما تشغليش بالك يا نصرة، الدنيا بتعلم، لو ما عملناش بعالمها على رأي بوخارست هي اللي هتعلم علينا. يا سيدي ماشي،